البارح من البارح ولد شوك بلا واحد وميز يبغى يطعم صم واحد نجاح دقيقة عزيز هذا واحد عاقف والدي اعرف معرفة شخصية عاقف والدي جات امه تطعم عمر السلامة قالت ابغاك توديني المستشفى اسمعي جاء قال لنا عندي تمرين من ذا الكلام امه انغبنت وكذا ما دعت عليه بس من الغبن والله اني جيت سمعتها يا فراح الرجل قلت سمعتها فراح طول عمر السلامة الرجل هذا وامه عاقدة عليه اشرب اشرب والله ندك مثل اللي كنا تبغي الامه تحقق عرفك انت يا سعد يقول قصه انا اسوي حليب لا تسولف علي سولف معي طيب الصوت كده الزبده امه حقدت عليه ضمت الكلمه يوم غدا راح الرجل لعب تمرين جاء مغرب قالت عليك خلاص من التمرين ودني قال والله ما وديكم فلق اخته كذا عوجه من القخطه فضرب اخته كف كذا يهو اي طلق فطاح الرجال قالت فعود حب ضرب اخته ضاح طول عمر السلام من ذا الكلام قالت لا تكفى قالت تصب ويني ايه الصفر كبار شباب السالفه بيض الله وجهك عبد الله ما قصرت السالفه انغصت ما قصرت يا ابو عابد مع مع الله داري اخدمك وروح العدو يوم تسحب عبد الله عبد الله لا تقول وش السالفه طيب في حاجه بقول طيب وش امامتي ليه لبيه الهميد الله المحترم فرقه سلطان اسمع السالفه سلطان خلاص انا اخذت شيء بلا سلطان ها ضربته الزبده الطم اخته صغيرة فعود اختها زي ما تقول ضامها راسها فعود الرجل جاء ثاني بضمير راض اختها وراض امها من ذا الكلام فخذ اختها طول عمر السلامه وراح البقاله يبى يشتري اغراض وكذا ويبى يجيب زاد سكر البيت فقال من الهنديه عندك سكر؟ قال لا قال الله يشفيك اخرتها هذه حق انا دخلت الجو والله يا رجل مش عارف السلام عليكم خالد شوي الاكبر منك عطى خالد يا ولد انت من حمد حمد بس ما لا تكتل لي لا تكتل بس ما اشرب واجد تكون سلطون تكون سلطون يا توكس رجلي رجلي مفكتني دخلت جو اخر شيء يقول لي سكر ما في اقبض رجولك كن اقبض رجولي ايش هذا اليوم والله مديت يدي كنا طيب اعطيك تراك اسعار واحد في الثمانينات سعد تبي اي نفد رجلك حماد دوبك على عبد الله عشان لا اقوم عليك الله يرحم والديك هاجت لي اعطيك الوصيه هو صار مني واقف تشوفه الحين انت وش بلاكم متحاشرين كلكم نمر على قطعه سكر سلام حلوه من اول الحاله وجالس يفكر يعني اللي يقرا النكت من